صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة مدائن صالح وما يسمى بالإهرامات في مصر؟ القصد لها والسفر إليها لا يجوز، أما إذا سافر مارا بها من غير قصد فلا مانع أنه يدخلها للاعتبار، ما هو للتعظيم والإعجاب بها، لأن الناس اليوم يعجبون بها ويقولون هذه مدنية وحضارة، هذا لا يجوز تعظيم الكفار وأعمال الكفار، لكن يدخلها للاعتبار والاتعاظ لأنها مواطن عذاب والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها في غزوة تبوك، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. فإذا كان زيارتها يقصدها ويسافر لها هذا ما يجوز، أما إذا سافر ومر بها وأراد أن يعتبر ويتعظ فلا مانع. نعم.